بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل مع بعض كلينيكال اوفيشن. دلوقتي هنتكلم عن الفيلد اوف فيجن او عن الفيجوال فيلد او بالعربي مجال الابصار. يعني ايه مجال الابصار او الفيجوال فيلد؟ انديكيت ذا رينج اوف انتير اريا اوف فيجن، الجزء اللي احنا بنشوفه في وضع معين. الوضع المعين ده اللي هو ايه؟ ان انا فيلد اوف بيرسبشن اوف ذا اي ات ريست وين ذا جيز دايركتد ستريت اهيد، يعني ان ذا برايمر بوزيشن. لو انا بص قدام كده، الجزء اللي انا شايفه ده حواليا من قدامي فوق وتحت ويمين وشمال بنقول عليه فيجوال فيلد. طبعا في فيجوال فيلد اللي عين اليمين وفي فيجوال فيلد اللي عين الشمال، الاثنين مع بعض وباينوكلر فيجوال فيلد. بقيسه بايه؟ الليميتس بقيسه بالدرجات، ان ديجريز. الدرجات تبدا من السنتر، النورمال نورمال سبجكت يقدر يشوف لغاية 95 degrees when looking to the ear from the center، 60 درجة towards the nose from the center، 60 degrees above the center، 75 degrees below the center. زي ما احنا ملاحظين كده ان انا لو بصيت الفيلد في التمبرال سايد اوسع من النيزل سايد عشان وجود النوز بتعمل لي ليميتيشن، والفيلد اللور اكتر من الابر عشان الاي براو بيعمل لي ليميتيشن. وانا باصص ستريت فورد بعناية الاثنين، فيجوال فيلد يعمل لي حوالي 120 درجه فيكسد ايز. تمام. طيب لما يحصل فيه ديفكت في فيجوال فيلد بنقول على حاجه اسمها سكوتوما. يعني سكوتوما عباره عن ايه؟ فيجوال فيلد ديفكت. فيها نوعين، نوع اسمه ريليتيف سكوتوما، يعني التارجت اللي انا بشوفه كان only seen when it is made brighter or larger، يعني أنا ممكن شايف في وقت لو زودت الإضاءة أو زودت حجمه أشوفه، يبقى ده اسمه relative scotoma. إنما الـ absolute scotoma إن مفيش response، لو كبرت الـ size أو لو كبرت الـ brightness برضه مشوفوش، بنقول عليها absolute scotoma. طيب عشان أشوف فيه scotoma ولا لأ، عشان أشوف الـ limits بتاع الـ visual field، أنا عايز أعمل measurement. How can we measure the visual؟ measuring the visual field بنقول عليها كلمة بريمتري. لما اسمع كلمة بريمتري يعني measuring of the visual field. في نوع من البريمتري، نوع اسمه kinetic بريمتري، اللي هو detects the boundaries of the visual field. حاجة بتتحرك بشوف ال boundaries، ال outer boundaries of the visual field. انما static بريمتري ان انا detects the light sensitivity of different areas within the boundaries of the field. معناه ايه؟ معناه ان انا عندي area محددة من الفيلد وبشوف السنسيتيفيتي بتاع اتش بوينت في الاريا ديت، يعني السنسيتيفيتي كورسبوندنج للسنسيتيفيتي بتاع النيرف فايبر ليرز اوف ذا ليتر. طيب النوع الاول هو كاينيتك بريمتري، بنقول عليه اسمه هيمسفيريك او جولدمان بريمتري باسم اللي اخترعه اول واحد. ده عباره زي ما احنا شايفين في الرسم كده ان هو ايه، عباره عن هيمسفيريكال باول، وده لايت سورس بنحط من هنا والبيشنت بيحط ده انه هنا، واللايت سورس بحركه فروم ذا اوت سايد تو ذا انسايد، يبقى مانوالي اوبريت. زي ما احنا شايفين كده ده البيشنت وده الاوبزرفر، ده الدكتور بيشوف العيان عامل فيكسيشن كويس ولا لا. في نفس الوقت ده البيشنت بقى معاها هنا زي باتن كده، اول ما يشوف التارجت جاي له بيدي له اشاره بيضغط عليه، فبالتالي الاكزامينر يبدا يسجل اللي على قدامه لوحه كده هنا، يقدر يسجل عليها الليميتس وبيبدا يرسم. ممكن اغير حجم التارجت اللي هو بيشوفه، ممكن ازود اليومينيستي وهكذا، ممكن اقدر اعمل بلوتنج للفيجوال فيلد اللي احنا زي ما احنا شايفين كده. ده اسمه كاينيتيك بريمتري او هيمسفيريك بريمتري او جولدمان بريمتري. النوع الثاني الاستاتيك بريمتري، ده انواع، ده اوتوميتد، حاجه اسمها هامفري او اوكتوباس، دي اسماء ماركات، بيبقى كمبيوترايزد توتالي كمبيوترايزد. اللايت ستيمولاس بقى هو اللي بيتحرك في الاريا اللي العيان بيبص فيها، حته محدده بديفرنت انما زي ما قلت لكم ده توتالي، وانت ده البيشنت بيبص هنا على الجزء اللي جوه ده بيبان فيه النور. انا بظبط البروجرام بتاع الكمبيوتر على الاريا اللي انا هشتغل عليها والسنسيتيفيتي واللايت، فده بروجرام محدد. برده نفس القصه، البيشنت هو بيقعد يعمل ريسبونس بالبطن اللي في ايده ده، والجهاز بيسجل الحاجات دي. في النهايه بيطلع لي الخريطه ديت مرسومه بتاع الايه، بتاعه الامين بتاع كل مع بعض. طبعا لو العيان ما شافش نقطه ممكن الكمبيوتر يعيدها تاني،
يعيدها انه يزود الاليومينيست بتاعها، يعني هاير اليومينيست يعليها شويه عشان لغايه العين مش لو ما شافهاش بيبان هنا في الفيلد ديفكت هنا حته سمر، يعني حته السمر اللي باينه هنا ما هو العين ما شافهاش يبقى فيها فيلد ديفكت او سكتر. طبعا دي كل الخريطه ديت فيها داتا كلها عن انواع الفيكسيشن والتايب اوف فيكسيشن والسنسيتيفيتي بتاع جزء كل جزء تيستد في القصه دي. يبقى ده النوع ده اسمه ستاتيك بريمتري او اوتوميتد بريمتري. طيب في حاجات تانية اسمها الفيجوال فيلد. في عندنا حاجة بسيطة خالص اسمها كونفرونتيشن ميثود. يعني ايه كونفرونتيشن؟ ده كويك ايزي تيست دازنت ريكوير اني اكويبمنت، وممكن بس اشخص فيه لارج فيجوال فيلد ديفكت. ده بيعتمد ان انا بعمل ايه؟ بعمل ان انا بقارن الفيجوال فيلد بتاعي كان كاكزامينر نورمال الفيجوال فيلد بتاع البيشنت. يعني المهم مينتيننج فيكسيشن وعلى الادكويت ديستانس ونبدا نشوفه. هسيبكم مع الفيديو ده كده. It's important when we're doing confrontation field that you're at right around arms length, a little bit further than arms length away. Okay, you're going to use your own face as a reference. I'm going to have you take the palm of your hand and cover your eye. Okay, and you're also going to cover your own eye as a reference. You're going to keep looking right at my nose. You're going to go to the extent of your own visual field. How many fingers do you see? Good. How many fingers do you see? Good. Very good. Switch eyes. And the right hand on my nose. Two, three, four. In this short video, we will show you how to examine a patient's visual field confrontation. There are many different methods to do a visual field examination, but we feel the technique which is about to be described is well suited to identify visual field defects commonly seen in ophthalmic patients. As with any form of patient contact, it is essential that you have introduced yourself to the patient and that you have washed your hands beforehand. You should explain to the patient that you're going to carry out a simple examination to assess their peripheral vision and make sure they're happy to go ahead with this. Glasses should be removed prior to carrying out the examination, as the rim of the glasses may create artificial visual field defects. Efforts should be made to carry out the assessment in a well-lit environment with neutral backgrounds which will not interfere with the targets being shown to the patient. Finally, it is essential that both parties are positioned correctly to carry out the examination appropriately. When carrying out a visual field examination, you are essentially comparing the patient's visual field to your own, and therefore correct positioning is essential. You can see here that the examiner's eye level is in fact way below that of the patient he is examining, and therefore it is very difficult to directly compare visual fields. Similarly here, the examiner sat too far away from the patient, and therefore it's difficult for him to present targets at the midpoint between himself and the patient. This is a much better setup, with knees almost touching and eyes level. Let's now run through the various stages involved with assessing visual fields, the first of which is an assessment of any crude or gross visual field defects. Firstly, a straightforward question is asked, such as, is any bit of my face missing? Or two hands can be presented to try and detect any gross or obvious hemianopia. The patient is then asked to cover one eye, and the examiner covers his eye directly opposite. The patient is instructed to look directly towards the examiner's open eye, and fingers are presented in each quadrant, and the patient is asked to report how many fingers are being demonstrated. When doing this, try to imagine a cross going through the center of the patient's pupil, thereby dividing the patient's visual field into four quadrants. You can then present fingers into each of the four quadrants and ask the patient to tell you how many he or she is seeing.
It is essential that fingers are presented directly in each quadrant and not overlapping the meridia, thereby overlapping two quadrants. Quadrantinopia in either the quadrant above or below would give artificially false readings as the patient would still see fingers. The next stage is designed to confirm any findings picked up in the last section, or to try and establish whether or not any further visual field defects remain undetected. Ideally, this should be done with a white pin or white target, and the finer targets can be used to try and identify or elicit more subtle visual field defects. Again, this is done with the patient covering one eye and the examiner covering the opposite eye. The white target is then brought in from peripheral to central and a diagonal line aiming towards the patient's pupil. The patient simply has to report when they are able to see the white target or the white pin. If no white target is available for use, then the same process can be carried out using a wiggling finger brought in from peripheral to central. It is essential that whichever target is used is displayed midway between the patient and the examiner. Thereby, the examiner knows that he is comparing his own visual field to that of the patient. The final stage of the examination involves assessing the blind spot, and this is most commonly done using a red pin, as the central portion of the visual field is most sensitive to red light as opposed to white light. Again, this is done by the patient covering one eye and looking towards the examiner's opposite open eye. The red pin is first held centrally and is moved temporally as the blind spot is located 15 degrees temporal to fixation. The patient is asked to report when the red pin actually disappears and is then asked to report when it reappears. Again, the blind spot is mapped out in comparison with the examiner's own blind spot. An enlarged blind spot may be found in conditions such as optic nerve inflammation, i.e. optic neuritis, or optic nerve head swelling, as found in papilledema. Let's finish by watching the whole procedure from beginning to end. Okay. Thank you.